فنسمعكم في الهجن. يا سلام. ترى اركض وانا اركض وعندنا حلال. وبنسمعكم في الهجن يوم يقول وين يلي كل مطار ستار اروحت في الشوط يره وانهته كانها ظبين ميفل واستدار والرئيس يعقب كيلو شلته بينها وبين الحفل عج وغبار وتنتظر ضرب العصام تلفته شارد وطارت عن السبه قطيار كل ميزه في حلاها ملفته لونها حمراء وفيها منصفار لون شاهين الكليلي ودفته من وراها كانها سكه قطار ماخذه من الشوط كامل مزته كاسها لقالها وسط المسار والمضمر ما الظلمه قيمته وصفها يا كم شاعر فيه حار كل وصف زين فيها لمته كانك توصف ذخيره باختصار غير فرق له الا ما لمته. ما شاء الله 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 مبدع مبدع الوصف ابدعت فيه ما شاء الله تبارك الله. يا مرحبا بجار.